بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين. وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين. وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في كل وقت وحين. زدنا صلاة وسلاما وتشريفا عليك يا سيدي يا رسول الله. اخوتنا اخوة الايمان والاسلام، هيا بنا نعيش مع كل القلوب وشفاء الصدور، نعيش مع الفرقان بين الحق والباطل، انا وهو القرآن الكريم، ايات الله البينات، ويتلوها علينا طارق مريض مصر العربية المضيف محافظة المنوفية فضيلة القارئ الشيخ ديال الدين سالم القارئ والمقيم بسروه، ندعو له جميعا بالتوفيق والقبول ولي ولكم لحسن الاستماع، فليتفضل مشكورا. واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. Thank you.
بسم الله الرحمن الرحيم. وما جاء
إلا لنعلم من يتبع الرسول من ينقلب عقبيه وما جعلنا القبلة التي كنا عليها إلا لنعلم وما وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ
فلنولينك قبلة ترضاها من العلم إنك إذا لمن الظالمين يا ربنا
الحق من الحق من الله على كل شيء
شيء ومن حيث خرجت فوالله
فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون فلا فلا تخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم والصلاة
بل وبشر الصابرين وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا استمعنا وإياكم إلى هذا التلاوة القرآنية المباركة والتي تلاها علينا قارب حرية مصر العربية المقيم محافظة المنوفية فضيلة القارئ الشيخ ضياء الدين سالم القارئ والمقيم سروه
وكان معكم وبتوفيق من عند الله على احدث مخبرات صوت عالميه ومدينه الانوار الكهربائيه والمعرض الحديث الفني لمخازن الفراشه الحديثه الكبرى تطلب وتغلق اداره التوكل على الله إدارة الحج عز الدين أبو نعيم وأولاده المحل الأول للوناء أيها السادة سعيكم مشكور جميعا.